جديد دهانات الجزيرة 2012، عالم من الجودة والجمال. الجزيرة ورود، جاذبية بلا حدود، ألوان أكثر جاذبية تجسد نضارة الطبيعة وترقى لطموحات أصحاب الأذواق الرفيعة. صحية وآمنة، خلوها من المواد الكيميائية الضارة يمنحكم الصحة والجمال. جودة بمواصفات مثالية لتمزج القوة بالصلابة. الجزيرة ورود، جاذبية بلا حدود. 36 لوناً مستوحاة من سحر الطبيعة لتلبس الجدران شكل بتلات الورود وتزيد الجدران بهجة وسرورا. شكرا لكم، نشكر الأستاذ عبد الله على كلمته الطيبة، ونبارك باسمكم جميعا لدهنات الجزيرة إطلاق المنتجين. لإنتاجها دهنات عالية الجودة مسؤولة بيئيا تحافظ على المستهلك والبيئة. توجت دهنات الجزيرة أول شركة دهنات خارج الولايات المتحدة الأمريكية بشهادة جرين سيل العالمية للأبنية الخضراء المستدامة وفق تصنيف نظام القيادة في الطاقة والتصميم البيئي الليد. كما توجت بشهادة UL لمنتجاتها المقاومة للحريق بتقنية الانتفاخ كأول شركة دهانات في آسيا وأفريقيا تحصل على هذه الشهادة العالمية، وأحدثت نقلة نوعية في أساليب وطرق عرض الدهانات من خلال أكثر من 400 صالة عرض داخل المملكة وخارجها. ولنا أن نتصور مدى التطور الذي شهدته عندما نعلم أن حجم طاقة مصنعها الإنتاجية ارتفعت إلى نحو 200,000 طن سنوياً بعد أن كانت في غرة عمله بمنطقة عسير منتصف عام 1993 ميلادية 4,000 طن فقط. وإضافة إلى ذلك، غيرت النظرة التقليدية للدهانات بتوفيرها باقة ديكورية بتقنيات مبتكرة لاقت اهتماماً كبيراً من العملاء. أحدث زهرات هذه الباقة المتميزة منتج الجزيرة ورود والجزيرة روعة. ولكن لماذا ورود وروعة؟ ما هي خصائصهما وأبرز سماتهما؟ ما هي طرق تطبيق هذين المنتجين الديكوريين؟ تلك الأسئلة وغيرها تخطر على البال، ويجيب عليهما في الحال المهندس عبد الله مغربي، مهندس تطوير الأعمال، فليتفضل مشكورا. السلام عليكم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. باسم مصنع شركة دهانات الجزيرة أحب أرحب بالحضور، وأخص بالذكر كل من تحمل عناء السفر وأتى إلى مدينة الرياض لحضور هذا اليوم، لحضور حفل تدشين منتجات شركة دهانات الجزيرة لعام 2012. طبعاً بما أننا شركة وطنية، حضوركم في مثل هذه المناسبات يدعمنا ويدعم توجهاتنا ويدعم حتى تطوير منتجاتنا حتى تلبي رغبات المستهلكين لمستهلكين المملكة العربية السعودية. تعالوا معي إخواني نتخيل فصل من أجمل فصول السنة وهو فصل الربيع. طبعاً بعد الشتاء القارس وهطول الأمطار على الكثب الرملية والتلال الرملية تبدأ بتلات الأزهار بالنمو على التلال الرملية، وتبدأ رياح الربيع الجميلة تداعب هذه البتلات لتستوقف كل من ينظر إليها لتدخل إلى قلبه السرور والبهجة. ولكن بما أن هذه الرياح الربيعية داعبت
هذه البتلات. أيضا مصنع شركة دهانات الجزيرة داعب هذه البتلات، ولكن بطريقة حديثة وطريقة جميلة تدخل السرور في قلب كل من يستخدم هذا الدهان، بإنتاج منتج جميل ورائع يتصدر قائمة منتجات شركة دهانات الجزيرة لعام 2012. المنتج أعزائي الكرام هو الجزيرة ورود. طبعاً الجزيرة ورود بمجرد أن يطبق على الجدران الداخلية للأسطح الإسمنتية أو الأسطح الخرسانية من الداخل داخل المنازل أو الفنادق أو القصور، يعطي ملمس بتلات الأزهار بمجرد أننا نلمسه أو نبدأ نحط يدنا على الجدران الداخلية، ويعطي انطباع أو صورة جميلة جداً لبتلات الأزهار مع خيال مداعبة هذه الرياح، رياح الربيع لهذه البتلات. طبعاً الجزيرة ورود أعزائي الكرام هو دهان ديكوري مائي مصنع من الأكريليك النقي، خالي من جميع المواد الضارة التي قد تؤثر على كل من يستخدم هذا الدهان أو كل من يسكن داخل المنازل أو القصور أو الفنادق. ودهان الجزيرة ورود متوفر بعدة ألوان جميلة ورائعة، تم اختيار هذه الألوان بعد دراسة تسويقية لرغبات مستهلكي المملكة العربية السعودية، واستوحينا هذه الألوان وأسماء هذه الألوان من الورود والأزهار التي دائما ودوما نتهادى بها مع من نحب. طبعا إخواني الأحباء، موجود الآن على الشاشة بعض هذه الألوان وبعض مسميات هذه الألوان، وطبعا يتوفر من الجزيرة ورود تقريبا 37 لون، وتعطي جمالية رائعة جدا داخل المنازل والقصور بمجرد النظر إليها. وأيضا يجب أن تكون الإضاءة داخل المنازل إضاءة رائعة، أو إسقاط هذه الإضاءة تكون بطريقة أو بزاوية ممتازة حتى تعكس جمالية هذا المنتج. طبعا يتميز هذا المنتج كما ذكرنا سابقا أنه خالي من جميع المواد الضارة، ويندرج تحت سقف مبدأ أو مفهوم الأبنية الخضراء. كما ذكرت أن هذا الدهان يتم تطبيقه داخل المنازل داخل القصور في المطاعم والفنادق التي تلمس أو نلمس فيها الذوق الرفيع. طريقة تطبيق هذا المنتج طريقة سهلة جدا. طبعا لكل شيء أساس، نبدأ بتطبيق الجزيرة انتر برايم أو الجزيرة برايمكس على الأسطح الخرسانية أو الإسمنتية، ومن ثم يتم تطبيق الجزيرة إيزي بوتي وهو معجون، وبعد تطبيق المعجون يتم صنفرته بطريقة تتناسب مع تطبيق الجزيرة ورود، وبعد ما نطبق أو نصنفر اللي هي الجزيرة إيزي بوتي يتم تطبيق الجزيرة ورود برايمر، وبعد تطبيق الجزيرة ورود برايمر يتم تطبيق الجزيرة ورود بطريق بالمسطرين بطريقة أفقية مائلة تعكس صورة بتلات الأزهار على الأسطح الداخلية أو الجدران الداخلية. طبعا هنا أعزائي الكرام قد أتمينا في هذه المحاضرة البسيطة للجزيرة ورود كل ما يتعلق به من تطبيق ومن شرح بسيط، والآن أعزائي الكرام سوف نتحدث عن ثاني أحدث المنتجات لعام 2012. ولكن قبل أن نبدأ بالتحدث عن المنتج الآخر أحب أني أوقف معاكم في موضوع بسيط، أن نتحدث عن موضوع بسيط. بما أن ذكرت أنه أغلب الحاضرين أتوا من مناطق مختلفة وتحملوا عناء السفر، مناطق مختلفة أعزائي الكرام تعني ثقافات مختلفة، تراث مختلف، عادات وتقاليد مختلفة، وتضاريس مختلفة. وبما أننا شركة وطنية رائدة في مجال الدهانات الديكورية، حملنا على عاتقنا مسؤولية دمج الثقافة أو التراث من كل منطقة
بطريقة عصرية بإنتاج منتجات تدمج ما بين الثقافة وما بين الحياة العصرية. وبدأنا بعد دراسة تسويقية بإنتاج منتج مستوحى من أهم البيئات الموجودة في المملكة العربية السعودية، وهي البيئة الصحراوية، والتي تمثل تقريباً 90% من مساحة المملكة. واخترنا البيئة الصحراوية لعلاقتنا الوطيدة بالحياة الصحراوية التي تندرج منها عاداتنا وثقافتنا ويندرج منها أجدادنا. بمجرد أن يطبق هذا المنتج داخل على الجدران الداخلية للمنازل أو البيوت أو القصور، يعطي انطباع للكثب الرملية أو تموج الكثب الرملية داخل المنزل. وبمجرد أن ينظر إليه المستهلك الأخير يستغرب كيف تمكنت شركة دهانات الجزيرة بدمج ثقافته وعاداته وتقاليده بالحياة العصرية عن طريق هذا المنتج، أو نقل جمالية الكثبان الرملية إلى داخل المنازل. والمنتج هو أعزائي الكرام الجزيرة روعة. جديد دهانات الجزيرة 2012، عالم من الجودة والجمال. الجزيرة روعة، غاية في الروعة، ألوان أكثر جاذبية تجسد نضارة الطبيعة وترقى لطموحات أصحاب الأذواق الرفيعة. صحية وآمنة، خلوها من المواد الكيميائية الضارة يمنحكم الصحة والجمال. جودة بمواصفات مثالية لتمزج القوة بالصلابة. الجزيرة روعة، غاية في الروعة. 27 لونا آخر تغطي الجدران بمنظر الكثبان الرملية لتعطي روعة المكان وتأمل الماضي والمستقبل. مبارك لكم وعليكم. أحدث منتجين ينضمان إلى باقة دهانات الجزيرة ذات الومضات المضيئة التي تشكل تناغماً لونياً طبيعياً. ونعدكم بالمزيد من التطور والإبداع لدى دهانات الجزيرة. طبعاً الآن أعزائي الكرام سوف نشرح شرح بسيط، كما شرحنا عن الجزيرة ورود راح نشرح عن الجزيرة روعة، ما هو الجزيرة روعة وكيف عملية تطبيقه وما هي أسماء الألوان أو الألوان المتوفرة للجزيرة روعة. الجزيرة روعة أعزائي الكرام هو دهان مائي ديكوري مصنع من الأكريليك النقي خالي من المواد الضارة، حتى يتوافق مع توجهنا لدعم مفهوم الأبنية الخضراء. وطبعاً أعزائي الكرام الجزيرة روعة
متوفر بألوان مختلفة، تقريبا 27 لون، كلها مستوحاة من البيئة الصحراوية، وأسماءها مستوحاة أيضا من جمالية البيئة الصحراوية. طبعا هنا في على الشاشة تقدروا تشوفوا بعض من هذه الألوان وبعض أسماءها. أما طبعا كما ذكرنا سابقا عن الجزيرة ورود، أيضا الجزيرة روعة، يتميز بالجودة العالية والجمال. طبعا هذا شعارنا وهذا توجهنا في شركة دهانات الجزيرة، أنه دائما ننتج كل ما هو جديد تحت شعار جودة وجمال، وأيضا خالي هذا المنتج من جميع المواد الضارة التي قد تؤثر سلبا على البيئة أو على الصحة للأشخاص الذين قد يختاروا أن يطبقوا منتج الجزيرة روعة. طبعا يطبق داخل المنازل أخواني، وداخل الفنادق والقصور والبيوت. وطريقة تطبيقه، طبعا في البداية نبدأ نطبق الجزيرة إنتر برايم أو الجزيرة برايمكس، وبعد كده يتم تطبيق الجزيرة إيزي بوتي، وبعد صنفرة السطح يتم تطبيق الجزيرة روعة برايمر، وبعد تطبيق الجزيرة روعة برايمر يتم تطبيق الجزيرة روعة بطريقة بالفرشاة بطريقة متعرجة، حتى يبدأ يعطينا انطباع أو يعكس صورة الكثبان الرملية على أسطح الجدران الداخلية وتموج الكثبان الرملية على الأسطح الداخلية. وهنا أعزائي الكرام قد انتهينا من شرح بسيط للجزيرة روعة والجزيرة ورود، وشكرا لكم لاستماعكم وحضوركم مرة أخرى.